طيب تعالوا بقى نروح مع كل حضراتكم لموقع مقر جريدة اليوم السابع، هيكون معانا لايف فيو عشان نعرف مع بعض أبرز عناوين الصحافة الرياضية النهاردة مع نورهان طمان مراسلة قناة الأهلي. صباح الفل عليكي، أهلا بيكي. صباح الخير يا كريم، صباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. هنا من مقر اليوم السابع نطلعكم على أبرز الأخبار الرياضية من موقع اليوم السابع. الأهلي يواجه الجونة بالتتش في آخر الاستعدادات للدوري العام. في الخامسة مساء يستقبل ملعب مختار التتش مباراة الأهلي والجونة في ثاني وديات النادي الأهلي بعد ما قابل طبعا فريق سموحة واكتسحوا بربعية نظيفة، وطبعا ده استعدادا لبطولة الدوري اللي هتكون يوم 6 أغسطس المقبل إن شاء الله. ومن موقع اليوم السابع أيضا، المقاولون العرب يستضيف أسوان في ثاني وديات الفريق استعدادا لبطولة الدوري. طبعا بقيادة كابتن عماد النحاس يستضيف المقاولون العرب نظيره أسوان في ثاني المباريات الودية للفريق اللي كانت أيضا أمام أسوان في الثلاثاء الماضي وانتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين. ومن موقع اليوم السابع أيضا، حكام أجانب لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري ومخاطبة دوريات الفار. أكدت اللجنة الخماسية برئاسة السيد عمرو الجنايني عن استقدام طاقم تحكيم أجنبي لمباراة النادي الأهلي والزمالك في بطولة الدوري العام، وكمان مخاطبة الدوريات اللي حاليا لسه حتى الآن بتستخدم تقنية الفار. احنا طبعا زي ما احنا عارفين انه بعض الدوريات توقفت عن استخدام تقنية الفار بعد توقف بسبب فيروس كورونا المستجد. ومن موقع سوبر كورة، محمد صلاح في رسالة مؤثرة للوفرن سأفتقدك حقا. وجه النجم المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول رسالة خاصة للكرواتي ديان لوفرن بعد رحيل اللاعب عن صفوف ليفربول إلى فريق زنات الروسي. رسالة خاصة وجهها نجمنا المصري محمد صلاح عبر الموقع الرسمي لفريق ليفربول، وقال له فيها: لا أعرف كيف أقول ذلك يا صديقي، أنت تعرف ما أشعر به الآن، ولكن سنفتقدك بشدة هنا، وخاصة أنا سأفتقدك بشدة. ومن موقع سوبر كورة أيضا، محمد سلطان سيتم عمل مسحة لجميع اللاعبين عقب أجازة العيد. أكد محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم على عمل مسحة طبية لجميع أندية الدوري المصري عقب انتهاء أجازة عيد الأضحى المقبل، وذلك طبعا استعدادا زي ما قلنا لاستئناف بطولة الدوري العام يوم 6 أغسطس المقبل. ولسه معاكم وعبر موقع سوبر كورة، جريدو يطالب إدارة الوداد بتجديد عقد إبراهيم النقاش. طالب إخوان كارلوس جريدو المدير الفني لفريق الوداد المغربي تجديد عقد اللاعب إبراهيم النقاش، ده قبل على أن يكون ذلك قبل مباراة النادي الأهلي في دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها يوم شهر سبتمبر المقبل. ومن موقع يلا كورة، غالي أحب خوض تجربة الأهلي ولن أتراجع عن دعمي للخطيب. أكد حسام غالي نجم النادي الأهلي السابق وقائد النادي الأهلي السابق ومدير الكرة بفريق الجونة الحالي في تصريحات يعني يمكن كانت في الساعات الأخيرة من الليل، قال فيها أنه تعرض عليه منصب إداري داخل اتحاد الكرة المصري ولكنه رفض حبا في خوض التجربة الإدارية داخل النادي الأهلي. كمان أكد حسام غالي على دعمه الكامل لمحمود الخطيب في الفترة المقبلة. في تصريحات كمان لحسام غالي كانت مثيرة جدا للجدل بشأن المدير الفني السابق لمنتخب مصر هيكتور كوبر، واللي قال فيها أنه المدير الفني كان بيتعمد التفرقة بين لاعبي النادي الأهلي والزمالك، حتى أنه قال في يوم أنه النادي الأهلي بيكسب بالحكام، ودي كانت أحد أسباب خلافات اللاعب مع المدير الفني السابق واللي طبعا استبعد على إسرها من معسكر الفريق. نورهان احنا بنشكرك شكرا جزيلا، نورتينا.